مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم التغطيات الإخبارية. نحن الآن بمرصد حلوان لكي نستطلع معكم شهر ذو الحجة. هتعرف حضرتك يا دكتور وتكلم النهارده دور ايه في المرصد؟ دكتور محمد غريب احمد، استاذ فيزياء الشمس المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيو فيزيقيه. احنا النهارده بنرصد او بنستطلع هلال شهر ذو الحجه من مرصد حلوان. الحسابات الفلكيه بتقول ان النهارده المكث بتاع الهلال بعد غروب الشمس في القاهره 38 دقيقه. وباقي المحافظات من 35 ل 40 دقيقه. يعني في الاماكن اللي يكون فيها الجو صافي هيتشاف الهلال بعد غروب الشمس. برضو في مكه المكرمه ان شاء الله النهارده الهلال هيمكث 38 دقيقه. يعني ايه يمكث الهلال بعد غروب الشمس؟ يعني لما بعد ما تغرب الشمس الهلال يبقى فوق الافق بهذه المده، ب 35 دقيقه في 38 دقيقه في القاهره، ب 35 دقيقه في مكه، من 35 دقيقه ل 40 دقيقه في باقي محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا في المعهد القومي للبحوث الفلكيه بالتعاون مع دار الافتاء وهيئه المساحه المصريه ومع محافظات جمهوريه مصر العربيه بنطلع لجان للرؤيه في سبع محافظات زي اسوان بيرصدوا في توشكا، زي هنا، زي الوادي الجديد في الخارجة، زي سوهاج، زي رصد في الفيوم. اللجان الرصد بتتكون من عضو من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، وعضو من دار الإفتاء المصرية، وعضو من هيئة المساحة، بالإضافة بنضم ليهم في المحافظة اللي هي بيكون فيها اللجنة من عضو من هيئة أو من وزارة الأوقاف. واللجان بتطلع في أماكن خارج المدينة في مكان صافي، مكان بعيد عن الضوء، مكان بعيد عن العمران لاستطلاع الهلال، وبتبلغ نتيجة الرؤية لفضيلة المفتي، وفضيلة المفتي هو المنوط به اتخاذ القرار عن بداية الشهر من عدمه. احنا فلكيا بنقول قبلها بمدة كبيرة، بسنة بسنتين، زي نقدر نحسب لسنوات قادمة. احنا فلكيا بنقول ان النهاردة هو نهاية شهر ذو القعدة، وغدا بداية شهر ذو الحجة فلكيا. يعني الهلال هيبقى بعد غروب الشمس بمدة كافية لرؤيته، فبكرة ان شاء الله بداية ذو الحجة، وان شاء الله يوم 20 يوليو هو عيد الاضحى المبارك، ووقفه عرفات هتكون يوم 19 يوليو. كل عام وسيادتكم بخير. طيب حضرتك يا دكتور، عرفنا برضو ايه الخطوات اللي حضراتكم بتاخدوها علشان تقدروا تستطلعوا ميلاد الهلال؟ زي ما حضرتك قلت ان انتم مسؤولين عنها فلكيا. احنا بنحسب زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا دليل فلكي بنعمله، بنحسب بنحسب وقت غروب الشمس ووقت غروب القمر لأماكن مختلفة في جمهورية مصر العربية، وفي أماكن بحوالي 35 مدينة على مستوى العالم الإسلامي والعربي، وحوالي 8 مدن في المدن الغربية زي موسكو وواشنطن وأوتاوا وكيب تاون وموسكو. وبنشوف مدى او فتره مكث الهلال بعد غروب الشمس، هل في مده للمكث ولا الهلال بيغرب قبل غروب الشمس؟ اذا الهلال غرب قبل غروب الشمس بنقول اليوم الثاني ليوم الرؤيه هو المتمم لهذا الشهر الهجري، واليوم الذي يليه هو بدايه الشهر الهجري. اذا كان في مكث بالموجب، يعني الهلال هيبقى بعد غروب الشمس، بنقول انه يوم الرؤيه ده هو اخر يوم في الشهر الهجري، واليوم الذي يليه هو بدايه الشهر الهجري الجديد. لكن زي ما بقول تاني، بكرر واكد عليها، ان المنوط به اعلان بدايه الشهر من الناحيه الشرعيه والناحيه الرسميه هو فضيله المفتي، مفتي جمهوريه مصر العربيه بالنسبه لمصر. تمام، حضرتك ممكن تقدر تكلمنا على
الظواهر الفلكية عامة اللي حضراتكم بترصدوها هنا في قسم البحوث الشمسية؟ احنا بنرصد من اهم الظواهر، احنا يوميا عندنا تلسكوب شمسي بنرصد ظاهرة البقعة الشمسية دي يوميا، الزملاء بيرصدوا وبنعمل خريطة بنحسب منها احداثيات البقع، خط عرض وطولها مساحتها، وبنبلغ بيها احد المرصد عالمي، والمرصد بيجمع هذه البيانات وبيطلع بيها تقرير سنوي عن البقع الشمسية عددها والأماكن تواجدها ومساحتها. من الظواهر اللي برضو بنرصدها وبيهتم بيها الجمهور ظاهرة الكسوف الشمس وظاهرة خسوف القمر. برضو من الظواهر اللي بيهتم بيها الجمهور بنرصد عبور عطارد قرص الشمس. هذه بالنسبة للظواهر الفلكية المشهورة اللي بنرصدها وبيهتم بيها الجمهور يتتبعها. لا لو بيجي ناس بتيجي في رؤية رمضان وفي رؤية شوال برضو في ناس بتيجي بتهتم. وبالنسبة للظواهر الفلكية احنا بنفتح البحث وبنعمل بث مباشر وبيبقى فيه جمهور كبير. يعني انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع كنتوا معنا في مرصد حلوان، كان معكم عزوز الدين من مرصد حلوان. شكرا.